اهلا بحضراتكم مره اخرى وبرنامجكم الاهلي خط احمر. خلاص الماضي اصبح ماضي، حاليا بنتكلم في الدوري، فاستعدوا ان انتوا تنتقلوا من مرحله بطولات افريقيا الى مرحله الدوري المحلي. وبما اننا بنتكلم في مرحله دوري محلي وبرغم تصدر النادي الاهلي الحمد لله محققين العلامه الكامله 6 مباريات ب 18 نقطه، اقوى خط هجوم، خمسات واربعات ونتائج كبيره جدا بيحققها النادي الاهلي، وده مش هيخلينا ننشغل عن فكره حق النادي الاهلي، وهو ده اللي عهدناه في البرنامج وحضراتكم عهدتوه معانا منذ انطلاق البرنامج. واحنا دايما حق النادي الاهلي من الاخطاء التحكيميه غير مرتبط اطلاقا ولن يرتبط لا بالمستوى الفني للنادي الاهلي في المباراه ولا بترتيب النادي الاهلي في جدول المسابقه. انا مش عايز اخد اكتر من حقي، وده يا فارس اللي احنا اعتدنا عليه في فقره بروم. احنا حطينا زي كده فكره أسس مع الجمهور للفقرة دي، وكل أسبوع أو لو كان في فترة ما كناش موجودين فيها عشان نقدر نوثق ده بناخد الحالات التحكيمية وعاملين الميزان اللي بنقيم بيه، وشفنا أحداث كتير جدا. كان النادي الأهلي ليه مباريات والزمالك ليه مباريات، ولكن في حاجات محتاجين نقف عندها لأن الوضع فيها بقى غريب نسبيا. بالتأكيد يا فارس، وعشان كده بنقول سواء أنت فايز أو أيا كان مستواك الفني هيكون دايما لينا واقفة مع التحكيم، خاصة لما يكون في أخطاء تحكيمية كتير ومتكررة والاتجاه بيكون شبه واحد تقريبا. وإحنا هنا قلنا بنحترم كل الحكام المصريين، ولكن في النهاية أي حكم هيكون في خطأ وخطأ مؤثر في نتيجة المباراة لازم نستعرضه. لكن للأمانة هنقف عند مباراة الأهلي وغزل المحلة، المباراة الدراماتيكية والنادي الأهلي والفوز بعد الدقيقة 94 أو بلس 90 كعادة النادي الأهلي في مباريات كتيرة جدا على مدار تاريخه. كان في تصريح من أحد المسؤولين في نادي غزل المحلة كان لازم نقف عنده، لأن التصريح ده ما كانش من وجهة نظري يجب إن هو يخرج بعد مباراة تجمع الأهلي وغزل المحلة بعلاقات النادي الأهلي مع فريق غزل المحلة. نشوف التصريح ونرجع معاكم. لكن والله يا كابتن مدحت الواحد حاسس بمرار شديد جدا من امبارح للي حصل طبعا في المباراه، واكيد طبعا كل الاستديوهات كانت متابعه. يعني اما تبقى غزل المحله يتعامل بالطريقه دي، يعني انا مش عارف. احنا قدمنا احتجاج للجنه الحكام النهارده علشان نقول لهم يا جماعه غزل المحله مش نادي ملوش ظهر، غزل المحله نادي جماهيري كبير والانديه الجماهيريه ما تتعاملش بالاسلوب ده. كان اعتراضكم على ايه يا باشمهندس علي؟ يا كابتن مدحت الهدف الثاني للنادي الاهلي لو حضرتك لاحظت كان في فاول من نص الملعب، اللاعب بتاعنا واقع في الارض والكره طلعت اوت. حتى لو انت مش هتحسب فاول اللاعب واقع اطمن عليه، طيب ده فير بلاي، يعني اطمن ان اللاعب ده ما جرالوش حاجه. ايوه الكره اتلعبت في ثانيه من غير ما الحكم، وراح انفراد وجه الجون الثاني. الحقيقه يعني الاستاذ علي العباسي رئيس شركه غزل المحله انا ما كنتش حابب يطلع منه التصريح ده، ومش النادي الاهلي المنافس اللي يتقال له فريقي ملوش ظهر فينضرب على بطنه، لا النادي الاهلي كان بيقدم دايما مع كل الفرق المصريه اللي بيساعدها انها تقدم منافسه شريفه، وتحديدا مع فريق غزل المحله الموسم الماضي. يا استاذ علي النادي الاهلي مع غزل المحله الموسم الماضي استبدل مباريات الدور الاول بالدور الثاني، كان ممكن النادي الاهلي يقول مش شغلي، انت ملعبك مش جاهز، استادك مش جاهز، انتهز الفرصه اخليك تلعب المباراتين في القاهره، وبتحصل. ما حصلتش من النادي الاهلي يا استاذ علي، ما حصلتش. والنادي الاهلي قدر بعد طلب او وافق بعد طلب من حضراتكم ان هو يسهل عليكم الموضوع ويبدل مباريات الدور الاول بالدور الثاني، وراح النادي الاهلي فريق غزل يقابل غزل المحله في استاد المحله في وقت كان النادي الاهلي مضغوط لدرجه ان هو كان بيلعب 6 مباريات من 18 ابريل ل 10 مايو. لو كان النادي الاهلي خد موقف غير راقي، خلينا نقول راقي، مع فريق غزل المحله في الدور الاول ولعب المباراتين في القاهره، النادي الاهلي ما كانش هيحتاج ان هو يضغط نفسه. لكن تيجي يا استاذ علي بعد ما النادي الاهلي لعب معاك الموقف ده الموسم الماضي تقول اصل انا ماليش ظهر وفريق غزل المحله، لا فريق غزل المحله فريق كبير وتاريخه كبير، لكن النادي الاهلي كان علاقاته مع فريق غزل المحله وكل الفرق الجماهيريه علاقات كبيره وعلاقات محترمه وما زالت. وبفكرك لسه بالحدث الماضي، فريق غزل المحله الموسم الماضي فاز على النادي الاهلي، هنستعرض اخطاء التحكيميه، فما ينفعش يتقال ابدا لفريق النادي الاهلي او لمنافس هو النادي الاهلي
ان انا ماليش ظهر. دي كان نقطه كان لازم نقف عندها يا فارس، لان الامانه موقف النادي الاهلي مع فريق غزل المحله ده لسه امبارح. واحنا حريصين على الانديه الجماهيريه، احنا شفنا كمان موقفنا مع نادي الاتحاد في استضافته، وكمان نادي غزل المحله زي ما اسامه حكى لكم ولنا كمان سوابق تاريخيه معاه، احنا كنا تضامننا مع نادي غزل المحله قبل كده في قضيه تحكيميه شهيره، فطول عمرنا مع نادي غزل المحله مساندين. جمله بقى ليه ظهر او ملوش ظهر، احنا نرد بالورقه والقلم زي ما قلنا، ده عنوان دايما فار روم. طيب احنا بنتكلم في معايير واضحه، ان النادي الاهلي انت شايفه انه خالف الفير بلاي ببساطه، يعني ان هو ما خرجش الكوره في الهدف الثاني وكان في ضرب للاعب. طيب تعالوا نشوف المباراه مشيت ازاي في النقطه دي. في الدقيقه 20 نستعرض كان اكرم توفيق بيتم التعرض ليه بشكل قوي جدا، دي ما اتحسبش فيها حاجة. تعالوا نكمل نادي المحلة بيستكمل هجمته، بياخد الكورة بيبني هجمة، كل ده الفريق عنده فرصة يطلع الكورة، اللاعب بتاع النادي الأهلي واقع، مفيش أي تفكير في أن انت تطلع الكورة، ومع ذلك الهجمة مكملة، بتتلعب عرضية بدل ما تتلعب لبره عشان اطمن عن لاعب، لا بلعبها لعبده يحيى، بيروح بفرصة كان سهل جدا ان نادي المحلة يسجل منها لولا تم اخراجها. تعالوا بقى نرجع هنا عشان نتكلم في فكرة واضحة جدا. المباراة قايمة على فكرة التكافؤ في كل حاجة. انا ما ينفعش المحلة ينزل بيلعبني 12 لاعب وانا بلعب 11 لاعب واقول ايه المشكلة. لا، انت حطيت قاعدة للمباراة، تجاوزت عن فكرة الفير بلاي فيما يخص ان انا اطلع الكرة لو لاعب واقع، واديت لنفسك امتيازات لده. انا بتمتع بروح رياضية، مش هنا هتسمى روح رياضية، هتسمى مثالية زائدة، لو انا اللاعب من عندك بيقع فانا بطلع الكرة وانت بتعملش كده. فاللي عمله النادي الاهلي كان طبيعي جدا في ضوء ان عندنا لقطة المحلة هو اللي فرض عليك الجيم بالشكل ده. ده لو اعتبرنا اصلا ان كان الهدف في سقوط يستدعي ان المباراه تقف يعني، لكن لقطه اكرم توفيق لو حضراتكم لاحظتوا شفتوا فريق غزل المحله الكره كانت في اقصى اليمين في جبهته اليمنى، اكرم توفيق واقع، فاتلعبت الكره فين؟ اتلعبت في المكان اللي المفترض اكرم توفيق كان هيغطي فيه، يعني اتلعبت على اصابه اكرم توفيق والسوليه غطى وبدر بنون غطى، كان ممكن نسجل فريق غزل المحله هدف والكره انتقلت من اليمين لخلف اكرم توفيق اللي وقع على الارض، فبالتالي ما ينفعش ابدا نيجي نبتز النادي الاهلي بتاريخه المعروف من الاحترام والروح الرياضيه، ده انا اسميه ابتزاز، هتلاعبني على ارض الملعب خلاص في نديه في الموضوع، انا نازل كنادي اهلي دائما وابدا لعبتي اي لاعب بيكون واقع على الارض يستدعي تدخل النادي الاهلي بيطلع الكوره، لكن لما تيجي انت تعملها معايا ما تبتزنيش بقى باخلاقي، ما تبتزنيش وتقول لي اصل فين الروح الرياضيه؟ ما انت ما قدمتهاش فما تنتظرهاش. فكان النادي الاهلي لو في كوره تستدعي ده اعتقد كان النادي الاهلي لو حتى ما طلعش كوره بره كان لا يلام ايضا في المباراه دي، لكن طبعا لما يتكلم رئيس شركه غزل المحله فبالتالي عادي جدا نسمع لاعبين يفسروا الهزيمه اللي كانت بعيده كل البعد عن كل اي شيء يدور في فكره اخطاء تحكيميه لصالح النادي الاهلي او عدم روح رياضيه من لاعبي النادي الاهلي. نسمع لاعب غزل المحله كان لاعب في النادي الاهلي معاذ الحناوي، نشوف الفيديو. مفيش خلاف ان احنا نازلين مباراه بنلعب تيم كبير، تيم محترم، بنحترمه وبنقدره وما عندناش مشكله ان احنا نتغلب، مفيش اي مشاكل، بس نتغلب كوره يعني. في كذا موقف وكذا حاجه حصلت في المباراه، ممكن الكوره بتاعت الجون الثاني اللاعب بتاعنا وقع ما حسبش واتحسبت رمي التماس والحكم ما وقفش وما قفش اللعب وما حتى ما رجعش لاي حاجه واللاعب استأنف ولعب وراح وجابوا جون وحتى لعيبه الاهلي العب العب ما حدش يقف. احنا نفس الموقف حصل برضو واحنا خسرانين وعمرو السليه وقع في نص ملعبهم وجرينا رامينا الاوت قام وقف ومصفر وموقف اللعب. احنا بنتمنى يبقى فيه بس حياديه ويبقى فيه ما يبقاش فيه انحياز. طبعا انا ما يعني انا ما اقدرش اتكلم في الامور التحكيميه. النقطه الثانيه لعيبه الاهلي بتتعالج في الملعب براحتها خالص، ما فيش اي مشكله، ما حدش بيعترض على حاجه. احنا اي واحد يقع من عندنا تلاقي فيه طوفان عليه يطلع بره يقوم بسرعه مش عارف ايه، هتاخد انذار. فطبعا احنا يعني احنا ما عندناش مشكله مع اي حد، احنا
احنا فريق محترم بنأدي كوره، بنعمل اللي علينا، المكسب والخساره دي يعني بس يبقى في حياديه بس في المنظومه ده. حتى كمان انا والله يمكن ما رجعتش التعليق على الماتش، بس برضو الفريق بتاعنا عمل جيم كويس. مفروض يبقى في حياديه من عناصر اللعبه، حتى في التحليل، حتى في الاذاعه. يعني حتى مذيع المباراه، يعني مع احترامي ليه ما اعرفش مين اللي كان بيذيع، بس كانت الكوره في لعيبه الاهلي وبيجيبوا الجون الثاني بيمجد جامد جدا 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 في اللعيب. واحنا العكس، الراجل بتاعنا يلم الراجل في السته ويحط من بين رجلين الجون وكانه مش شايف حاجه. احنا تمام، بس ناخد حقنا بس، يعني ايه ماشي، ما عندناش مشكله نخسر، لكن احنا برضه ورانا الجمهور برضه عايز يفرح. الكون كله بيحارب فريق غزل المحله من وجهه نظر لاعب غزل المحله معاذ الحناوي، بيتكلم عن فكره ان الكره فاول، ودي هنشوف اراء خبراء التحكيم فيها. بيتكلم عن فكره ان احنا لما بيحصل سقوط من لعيب النادي الاهلي زي ما حصل مع السوليه طلعنا الكره، واعتقد لسه مستعرضين لحضراتكم دلوقتي اكرم توفيق وهو واقع، الهجمه اتنقلت من الجبهه اليمنى لغزل المحله للجبهه اللي سايب او للمكان اكرم توفيق، لانه طبعا هو ده نقطه ضعف حاليا في النادي الاهلي، لان اللاعب مش مغطي، فعادي جدا معاذ يشوف كره السوليه لكن ما يشوفش كره اكرم توفيق. الغريب في الموضوع ان بعد ما بيتكلم عن التحكيم يقول انا مش هتكلم عن التحكيم، انا ماليش علاقه بالتحكيم، انا اروح بقى للتحليل. هتعمل ايه يا معاذ؟ لا ما هو انا ما سمعتش التحليل، بس انا بطالب بالحياديه. يعني تخيلوا هو واصل لمرحله ان هو متوقع ان الاستوديو التحليلي مش هيدي لنادي غزل المحله حقه، فبالتالي انا ما سمعتش فبنتقد عشان اقول ان النادي الاهلي بيتم مجاملاته في الاستوديوهات التحليه. والنادي الاهلي يعني الغريب والعجيب، كل المتابع يعني بيشوف ان النادي الاهلي حتى هو بيكسب 5 بيكسب 6 بيكسب 4 بيتم الانتقاد للنادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني في صورة غريبة ولا تحدث على الإطلاق في أي دوري في العالم. فريق بيكون فايز وهو الفريق الذي ينتقد. يعني ده كلام معاذ الحناوي، لكن أنا كنت حابب فارس نقف عند فكرة التحكيم اللي بيتكلموا فيها. هو معاذ الحناوي أنت قلت هو ناشئ فين؟ كان ناشئ في الأهلي. طريقة التفكير دي مش غريبة عليا شوية، بس تمام. يعني في النهاية لو في أمور اتشككت فيها، عايز بس قبل ما نروح للدقايق في جمله صغيره اتقالت بتاعه طريقه التعليق. انا اعتقد كروش لو سمع التعليق او الترجم له اللي اتقال على عبده يحيى هياخده منتخب من التعليقات اللي اتقالت عليه. يعني الراجل خد حقه وزياده.